هو يرجع الكل يرجع إليه، لا ولا وجود العلم مش هينفع أي شيء ثاني. وجود العلم مع كده أي شيء يترتب، إنما لو وجود لو كله ده موجود من غير العلم مش هيتم حاجة. الله خلي كده ضرب معي. لا شك أن كل حادث خلاص كده يدل أيضا، يعني كما دل قبل ذلك على أربعة مطالب لهذه الصفة. الضمير يرجع على إيه؟ صفة إيه؟ العلم، كما سبق في القدرة والإرادة، كما قال في القدرة والإرادة أن كل حادث يدل على أربعة مطالب في القدرة وفي الإرادة، فكذلك يدل على أربعة مطالب في صفة الإيه؟ العلم. أولا وجود الصفة، ثانيا وجوب وجودها، عارفين ايه معنى وجوب الوجود؟ ماشي. عموم التعلق، لا هنا العلم بالمعلومات ولا الموجودات بالمعلومات، ويجب له تعالى العلم وفي المثنى المتعلق بكل واجب وجائز ومستحيل. العموم هنا غير هو اسم عموم التعلق، لكن هنا العموم بايه؟ بأقسام الحكم العقلي الثلاثة، أما العموم في القدرة والإرادة بالممكن. إذا تفرق بين العموم والعموم، العموم بتاع صفة العلم يبقى إذن جميع أقسام الحكم العقلي، أما العموم اللي في القدرة والإرادة اللي هو في دائرة الإيه؟ الممكن، لأن القدرة لا تتعلق بالواجب ولا تتعلق بالمستحيل، أما العلم فإنه يتعلق بالمعلوم سواء كان واجبا او مستحيلا او جائزا، لانه تحصيل حاصل، تحصيل حاصل. الواجب تحصيل حاصل، لان الواجب لا يقبل الا الوجود، فاذا تعلقت القدره به حتعمل ايه؟ حتوجد لما هو موجود، لانه ده تحصيل حاصل. طب حتعدمه ولا يقبل، فلازم تتعلق القدرة بحاجة تقبل الوجود أو العدم. ده أول حاجة، أول شيء نطلبه الكلام على وجود الصفة، ومع ذلك لم يقم البرهان على ذلك. لماذا؟ قال: وإنما لم يقم في أصل العقيدة البرهان على وجود الصفة، هذه الصفة، لأنه قد سبق له في قوله وفي كونه مرادا على علمه، يعني في الفقرة السابقة في المثل اللي احنا أرجعناكم إليها منذ قليل. أي حيشرح، أي فكما توقف وجود كل حادث على الإرادة. ده بالسؤال هنا، هو وجود العالم متوقف على الإرادة؟ نعم، ومتوقف أيضا على القدرة، ومتوقف على العلم، ومتوقف على الحياة، يعني متوقف على أربع صفات من صفات المعاني، لكن ليس متوقفا على صفة الكلام ولا على السمع ولا على البصر. خلاص كده؟ أي فكما توقف وجود كل حادث على الإرادة، ومعروف نوع التوقف على الإرادة غير نوع التوقف على القدرة، ومتوقف على الإرادة في تخصيصه. يعني إيه في تخصيصه؟ لأنه إيه؟ تجري أو يمكن أن يقبل أكثر من أمرين أو ثلاثة، مو أكثر من اثنين، يعني اثنين ولا أو ثلاثة، لما يقبل أمر واحد اللي هو الواجب والمستحيل، أما اللي يقبل أمرين فأكثر يبقى لابد من مخصص يخصه بأحد الأمور المتقابلة، الممكنات المتقابلات، وجود العدم الصفات، أزمنة أمكنة جهات كذا، المقادير رواتب ثم ستة. يبقى كل حادث متوقف على ايه؟ على الإرادة، لأنه تعالى
خالق أو فاعل مختار. فلا بد أن يكون سبحانه وتعالى مريدا، فلو لم يرد أن يخلق الخلق ما خلقوا. حين ما فيش خلق، طب ما فيش خلق ليه؟ هل لأنه تعالى عاجز؟ لا، ليس العجز، ولكنه لم يرد. يعني لماذا لم يخلق الله تعالى؟ لأنه ما أراد خلقه. طب لماذا خلقه؟ لأنه أراد خلقه. واضح كده؟ لا، التأثير للإيجاد وهو متوقف على الإرادة مش الإيجاد في التخصيص. أي فكما توقف وجود كل حادث على الإرادة لزم أن يتوقف على العلم. يعني أقول لك هو في نفس الآن متوقف على العلم. ليه؟ شوف التعليل، اقرأ من التعليل. أي فكما توقف وجود كل حادث على الإرادة لازم أن يتوقف على العلم، إذ القصد إلى جائز معين مع عدم العلم به مستحيل. يعني كده القصد، يعني كأنه عاوز يقول لك الإرادة دي إيه؟ قصد تخصيصه لأحد إيه؟ الأمرين، لأنه كيف خص بهذا؟ هل كده عبث ولا بتخصيص؟ وطالما تخصيص يبقى فيه مخصص، ما دامت فيه مخصص يبقى فيه قصد لأحد إيه؟ إذ القصد إلى جائز معين، وهنا في تعيين على الخبر، يعني الجرم إما متحرك وإما ساكن، فقصد إلى تعيين أحد الأمرين، الحركة بدل عن السكون أو السكون بدل أو الوجود بدل من العدم أو العدم، فهنا قصد واحد معين، وهو في أمرين، فقصد معين. إذ القصد إلى جائز معين، يعني هي الأصل مش إلى جائز، القصد إلى ممكن معين كده، لأنه قبل وجوده لا يكون جائزا، إنما اسمه ممكن. إذ القصد إلى ممكن معين مع العلم، مع عدم العلم به مستحيل كده. يعني كونك خصصت أحد الأمرين فأنت عالم بهما كده، لأنك اخترت أو حددت أو أردت واحدا منهما. إذا كنت لا تعلمهما فكيف تخصص أحدهما دون الآخر؟ يبقى في تخصيصه أو في كونه مرادا متوقف على العلم. واضح كده؟ ولذلك تجد في سورة ياسين كده لفتة قرآنية عجيبة، أوليس الذي خلق وضرب لنا مثلا الذي خلق قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. كده قال كده هو بكل خلق عليم، قل يحييها الذي، يعني واحد بينكر البعث وينكر قدرة الله تعالى على إحياء الموتى، فيكون تذليل الآية قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وفضه هو على كل شيء قدير كده، مدام أعاد الذي هو قادر على الإنشاء هو قادر على الإعادة. أتعيينا بالخلق الأول عشان نعي، عشان نعي بالخلق الإيه؟ بالنشأة الجديدة. يعني لو كان في إعياء وفي جهد وفي مشقة كان المفروض يكون فين؟ في الخلق الأول. ليه؟ لأنه الثاني أهون وأسهل، وهو الذي يبدأ الخلق وهو أهون عليه، اللي حيعد أيسر وأهون، فكان التعب يكون فين؟ فقال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، ولم يقل هو على كل شيء قدير، هو بكل خلق. يبقى إذا متوقف إعادة الموجودات متوقفة على العلم. ليه؟ لأنه لو ما فيش علم كيف اختلطت الأجزاء والعظام وتناثرت؟ كيف يعلم أجزاء هذا من الآخر؟ يبقى العلم هو الأصل. يا رأيك لو في قدرة وما فيش علم مش هينفع، لأن القدرة صحيح قادر، لكن طب عاوز أعرف ده مين وده مين؟ إن لا بد من الإيه؟ لا، التخصيص للإرادة. العلم صفة انكشاف، يعني لا يكون مخصصا بأحد الأمرين إلا إذا كان العلم بأحدهما أو العلم بهما معا. واضح مش كده؟
اقرا كده. الممكن لا قبل وجوده ممكن يعني استوجب الاموال، اما الجائز فهو يعني حادث وجد ولا تزول عنه صفه الامكان حتى بعد وجوده. يعني مثلا وجود يقابله العدم، احيانا المقابل يكون اكثر من واحد، واحيانا يكون مقابل حاجه واحده، وذلك المقادير كل مقدار يقابل اي مقدار اصغر او اكبر منه الا ما هو ايه يساويه. فمثلا انت في مقدار او في هيئه قد تكون على مقدار اكبر او اصغر او اكبر من الاكبر او اكبر هكذا، ففي هنا مقادير غير متناهيه، انما الاصل هو ايه وجود عدم كده. ازمنه، شوف الازمنه متفاوته، لماذا مثلا خصصنا بأن نوجد في هذا الزمن النكد، زمن الفتن ده، زمن عدم الحياة، هل احنا لو كان بيدنا الموضوع كان وجدنا مثلا في أيام سيدنا عمر، أيام العدل وأيام فتنة ثورات ولا في أي، ممكن، لكن إيه اللي خصنا؟ هل ده في تخصيص من غير مخصص؟ وكنا خصصنا، والله تعالى خص الصحابة بزمنه صلى الله عليه وسلم وأقسم بهذا الزمن في كتابه، والعصر في أقوال المفسرين بلغت أربعة أقوال في إيه المراد بالقسم ده والعصر. بعضهم قال هو عصر الرسالة، العصر الذهبي للدنيا، عصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو خير إيه قرون أهل، فأقسم الله تعالى به. في أقوال أخرى أن العصر المراد به زمن الصلاة، في اللي قال وزمن النفس اللي هو وقت العصر، أقوال راجحة في كتب الفقه. كيف كما توقف وجود كل حادث على الإرادة، لزم أن يتوقف على العلم، واضح كده؟ يعني العقل يحكم بوجود توقف كل تعلق للإرادة على تعلق العلم. يعني الله تعالى كده لا يوجد زيدا كده إلا إذا كان قادرا على إيجاده، ولا يكون قادرا على إيجاده إلا إذا أراد أن يوجده، ولا يكون مريدا لإيجاده إلا إذا علم أنه سيوجده. فالله تعالى لا يريد إلا ما علم، وهو تعالى يعلم ما يريد كده، يعني لا يريد إلا ما علمه كده، ويعلم ما يريد. يبقى إذا نقولها ثاني كده، لا يريد سبحانه وتعالى إلا ما علم، شوف كده العقل كده يحكم بأنه كل بتوقف كل تعلق، توقف كل تعلق للإرادة على إيه؟ على العلم، بمعنى أنه أو ده معناه كده، بمعنى أنه لا يريد إلا ما علم ويعلم ما يريد، ولكن لا يقال لا يعلم إلا ما يريد، ما ينفعش كده. يعني لو قلنا أيوه، لو قلنا لا يعلم إلا ما يريد يبقى أنت قصرت العلم على إيه؟ على الممكن، لكن العلم إيه؟ يدخل فيه الواجب والمستحيل، معناها يعلم ما يريد ويعلم ما لا يريد. فهمت كده؟ يعلم ما يريد ويعلم ما لا يريد. يبقى إذا نقول كده توقف كل تعلق للإرادة على إيه؟ تعلق العلم، بمعنى انه لو لم يكن موجودا في العلم لا تتعلق به الاراده، واذا لم تتعلق به الاراده لا تبرزه القدره الى الوجود. لماذا لم يوجد؟ لانه لم يرد. لماذا لم يرد؟ لانه ليس موجودا في العلم. اذا لا يريد سبحانه وتعالى الا ما علم، ولكن ما ناكش، لا نقول لا يعلم إلا ما يريد، لا يريد إلا ما علم، وهو تعالى يعلم ما يريد، ولا يقال لا يعلم إلا ما يريد، فهو تعالى بكل شيء عليم،
كلمة الشيء في القرآن تجد لها معاني كمان يعني يدخل فيها ايه هل شيء لا مش كده اهل السنة مش كدنا في الجوهرة حضرته في الشرح بتاع الجوهرة بيقول ايه وعندنا الشيء هو الموجود كده وعندنا الشيء هو الموجود ده في الاصطلاح عند اهل السنة عند الاشاعرة الشيء هو الموجود بخلاف المعتزلة يجعلون المعدوم الممكن الممكن مش اي معدوم المعدوم الممكن يجعلونه شيئا ويحتجون بقوله تعالى مثلا يعني انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيقولون كيف او لمن يتوجه الخطاب اذا كان الشيء معدوما من كل وجه يقولون ايه ان الشيء له وجود قبل وجوده يعني يقولون ان المعدوم شيء بس المعدوم ايه المعدوم الممكن انما لو جبت كلام في كتاب سيبويه قال شيء ذي لها اطلاقات ولها استعمالات الكلام ده بتاع سيبويه امام النحو بيقول عندك ممكن الشيء تطلق على الايه على المعلوم بمعنى انها تشمل الموجود والمستحيل وتشمل ثلاث اقسام يعني مثلا في قوله تعالى والله على كل شيء قدير هل ينفع ان تكون بنفس المعنى اللي في قوله تعالى والله بكل شيء عليم لا يبقى هنا والله على كل شيء قدير يعني على كل شيء ممكن كده يبقى هنا شيء بمعنى ممكن ما ينفعش شيء ايه بمعنى واجب مش كده انما في قوله تعالى والله بكل شيء عليم يبقى هنا ينفع شيء بمعنى واجب وشيء بمعنى لا شيء يعني مستحيل وشيء بمعنى ممكن يبقى الدائرة في قوله تعالى والله بكل شيء اوسع عليم اوسع من ايه والله على كل شيء قدير واحيانا يكون الشيء اللي هو المقدر ذهنا مش الموجود في الخارج ولا تقولن او كل واحده سيبويه جابتها ايه ولا تقولن يعني كان هو في المبحث ده مش مبحث لغوي ده مبحث كلام يعني في قوله تعالى ولا تقولن لشيء من الفن الشيء ده اللي هو في ذهنك اني بدليل انه لم يوجد بعد ان فاعل ذلك عن ذلك الشيء غدا يسماه شيء وهو مجرد شيء ذهني وليس شيء موجود يبقى ده ايه معنى كم معنى دلوقتي ثلاثة قال لك ويكون الشيء واجب وقل أي شيء أكبر شهادة قل الله يطلق على الواجب وشمل أيضا في الأول إذا الشيء بالمعنى الاصطلاحي غير الشيء بالمعنى الايه بالمعنى اللغوي وبالمعنى اللغوي لها ايه إطلاقات ايه كثيرة إذ القصد القصد إلى جائز معين مع عدم العلم به مستحيل ويؤخذ برهان وفضل الوجوب لهذه الصفة مما ذكرنا في برهان وقلنا كده الترتب ده عشان بعضكم بيسأل هذا الترتب اللي هو ترتب القدرة على الإرادة والإرادة على الإيه ده كله ده في التعقل الذهني وليس في الوجود الخارجي فلا يجوز أن يتوهم ترتب وجود صفة على أخرى بل هو في التعقل فافهم هذا ليه المعنى ليه لأن كل التعلقات للعلم والإرادة قديمة لا يوجد شيء سابق لشيء آخر منها لأن المصفات كلها قديمة وإذا قلنا في سبق وفي تقدم وفي تأخر هيقتضي هذا حدوث المتأخر ويؤخذ برهان مطلب الوجوب لهذه الصفة مما ذكرنا الآن دلوقتي خلصنا من البرهان الأول أو من المطلب الأول ما هو المطلب الأول؟ وجود الصفة خلاص كده؟ هيدخل في المطلب الثاني اللي هو إيه؟ وجود نحن كلهم أربعة كل حادث يدل على أربعة مطالب ولم يذكر برهان المطلب الأول لأنه سبق واضح في صفة القدرة والإرادة
فقلناه يا اخي انت مش معانا وجود الصفه. ما المقصود يعني وجبات وجود الشيء؟ يعني هو يدل على اربع اشياء سميها مطالب سميها زي ما تسميها. يعني يطلب لكي يوجد اربع اشياء. يبقى اول شيء الوجود. نمرة اثنين وجود الايه؟ الوجود. ثلاثة عموم التعلق. أربعة الوحدة. الآن احنا فين يا دكتور؟ ويؤخذ برهان مطلب الوجود لهذه الصفة مما ذكرنا في برهان عموم تعلقها. يعني رجعك ليه؟ لبرهان عموم تعلق صفة العلم. فين ده؟ أين هو البرهان ده؟ أي بس فين البرهان؟ بنقول لك ويؤخذ البرهان مطلب الوجوب لهذه الصفة مما ذكرنا في برهان عموم تعلقها. أنا عاوز البرهان أين ذكر فيما ذكرنا في برهان عموم تعلقها. وذكر هذا البرهان ولا لسه لم يذكره؟ ذكرنا مولانا أنه يجب له تعالى العلم المتعلق بكل واجب وجائز ما تستحيل. لا ده أيوه تمام كده. ده البرهان ده. خلاص كده؟ يعني عاوز أقول لك لأنه لو اختص العلم لأن الاختصاص بالبعض. ما هي البعض هنا؟ أقول لك العلم ده عام متعلق بكل واجب وجائز ومستحيل. فلو اختصصناه بالبعض يعني بالواجب فقط أو بالإيه؟ أو بالمستحيل فقط، إيه هيلزم إيه هنا؟ يستلزم حدوث الصفة. لماذا؟ لافتقار الصفة حينئذ إلى مخصص. المخصص يعني الفاعل. فكلمة اختصاص يعني معناها بإيه؟ في مخصص. في مخصص يعني معناها الصفة حادثة ليست إيه؟ ليست قديمة. فهذا هو برهان إيه؟ برهان إيه ده؟ يعني أن الصفة القديمة واجبة لأنها لو كانت حادثة يعني لو اختصت إيه برهان أنها قديمة وليست حادثة أنها التعلق عام. فلو جعلناه مختصا بالبعض دون البعض يستلزم ذلك الحدوث لأنه كان مختصا يعني معناها هناك مخصص خاصها بالواجب دون الجائز دون إلى آخره. مفهوم؟ لافتقار الصفة حينئذ إلى الفاعل. طب لو كانت مفتقرة إلى الفاعل فهذا يستلزم حدوث الموصوف. ليه؟ لأنه يستحيل وجود الموصوف من غير الصفة أو الصفة بنفسها من غير موصوفة. ولذلك قال هنا وحدوثها يستلزم حدوث موصوفها لاستحالة تعريه عنها وعن أضدادها. لأنها لو لم يكن بها موصوفة لكان بالسوى معروفة يعني بما سوى يعني بالضد يعني. ويؤخذ برهان مطلب الوجوب لهذه الصفة مما ذكرنا في برهان عموم تعلقها. يعني إذا سئلت أين هو برهان أن وجود صفة العلم وجود واجب تقول مما ذكره في برهان عموم التعلق. وإذا كان اختصاص تعلقها يوجب لها الحدوث. يعني لو كانت في التعلق بتاعها خاص احنا نقول التعلق عام. لو كان اختصاص إذا كان اختصاص تعلقها يوجب لها الحدوث كده الاختصاص ده أوجب لها الايه؟ الحدوث. ايه اللي يوجب لها القدم؟ عدم الاختصاص يعني عموم التعلق الذي تؤخذ من هذا.
يبقى ما الذي يستلزم او يجعلها حادثه؟ الاختصاص. كيف ننفي الاختصاص بعموم التعلق؟ نعم، ونجعل اختصاص القدره بالجائز انها عاديه. لا، ما ينفعش هنا، لان اصل التعلق بتاعها في الممكن، انما هنا التعلق بتاعها عام. فهناك الاختصاص فين تقوله؟ انت اسمك ايه؟ عبد الله. الاختصاص تقول ببعض الممكنات دون بعض، لان هي ايه؟ عامة التعلق، ولكن في دائرة الممكن. فلو كان في اختصاص هيستلزم حدوثه، بس هي معنى الاختصاص هناك انها تختص ببعض الممكنات دون بعضها. واضح؟ هذا الاختصاص هناك، بخلاف هنا، لانه هنا الصفة عامة التعلق بجميع أقسام الحكم العقلي الثلاثة، أما هناك عامة التعلق بواحد فقط اللي هو الممكن. وإذا كان اختصاص تعلقها يوجب لها الحدوث لكونه يستلزم جوازها. يعني إذا كان اختصاص تعلقها، يعني واحد من الثلاثة، يوجب لها الحدوث، وكذلك يقال هذا في القدرة، بس الاختصاص هناك ببعض الممكنات، يوجب لها الحدوث لكونه، يوجب لها يعني الاختصاص لكونه يستلزم جوازها. فكيف إذا كانت من أول مرة جائزة الوجود؟ وكذا أيضا يؤخذ نفي التعدد من هذا البرهان، يعني كان انتقل إلى النقطة ليه الثالثة. ما هي النقطة الثالثة ولا الرابعة دي؟ دي الرابعة دي. احنا قلنا اربع مطالب، الوجود قلناه، وجوب الوجود، عموم التعلق، نفي التعدد، يعني وحدة الصفة. يبقى هذا هو المطلب الرابع اللي هو ايه؟ نفي التعدد يؤخذ من هذا البرهان. كمل. وكذا أيضا يؤخذ نفي التعدد من هذا البرهان، لأن العدد يوجب الحدوث لافتقار العدد الخاص إلى محدث. لا، يعني عاوز أقول لك، يعني وكذا نفي التعدد، يعني نفي التعدد عن صفة العلم، نعم، يؤخذ من هذا البرهان. إيه هو هذا البرهان؟ البرهان قلنا هو اختصاص عدم اختصاص تعلقه، تعلق عنه. لأنه لو كان تعلقها خاصا لاستلزم ذلك ليه؟ الحدوث. والحدوث حيستلزم ايه؟ انها جائزة وليست ايه؟ وليست واجبة. لو كانت متعددة يؤخذ ايضا نفي التعدد من هذا البرهان، اللي هو البرهان اللي بيستلزم حدوث ايه؟ الصفة. لأن التعدد أيضا يستلزم أو يوجب الحدوث. ليه؟ لافتقار العدد الخاص إلى محدث، لأنه رجعنا هنا إلى إيه؟ اختصاص، بس مش اختصاص تعلق، اختصاص بعدد دون إيه؟ دون آخر. يعني مثلا ثلاث صفات علم مثلا لله تعالى، مش صفة واحدة. طيب إيه اللي اختصهم بأنهم ثلاثة؟ عاوز إيه؟ فحيرجعنا الى الايه؟ الى نفس البرهان ذاته. طب ولو كانوا اربع، ايه اللي خصهم باربع؟ طب ولو وهكذا اكثر من واحده، يبقى حيستلزم الايه؟ الحدوث. ليه؟ لانه كانه في من خصه بعدد دون ايه؟ دون اخر. طب مثلا لو كانوا صفتان علمان، يعني اقول لك لماذا خص بعلمين بدل من ثلاثه الى اخره. يبقى اذا لان العدد، يعني مطلق العدد، كلمه العدد يعني مطلق العدد، يعني ما فوق الايه؟ ما فوق الواحد. لان العدد يوجب الحدود لافتقار العدد الخاص الى محدث، يعني الى مخصص، وحدوثها يستلزم حدوث موصوفها. رجع للمتن، وحدوثها يعني إذا وصلنا إلى النتيجة بأن الصفة حادثة فهذا معناه إيه؟ حدوث الموصوف. ليه طيب؟
لاستحالة تعريه عنها وعن الضد في آن واحد، لأنه لو لم يكن متصفا بها لازم أن يتصف بضدها، ولا يمكن أن لا يتصف بها ولا بضدها. هل تيجي عقلا إما موصوف بالعلم إما بضد العلم؟ هل يمكن أن يعرى لاستحالة تعريه عنها وعن ايه؟ وعن الضادية. واضح؟ وقولنا وحدوثها يستلزم حدوث موصوفها يعني ويلزم الدور او التسلسل. لا بس وحدوثها يستلزم حدوث موصوفها. ليه؟ انها اذا كانت هي حادثة كان الموصوف ايه؟ طب وإذا كان الموصوف حادثا كانت الصفة، ويعني كلمة وحدوثها يستلزم حدوث موصوفها يعني ويلزم الدور أو التسلسل. ليه؟ لأنه هنقول الصفة اللي قبلها أحدثت هذه الصفة واللي قبلها وهكذا، اسمه ده إيه؟ إذا لم نتوقف هذا تسلسل، إذا توقفنا ورجعنا إلى الأول فهذا الدور، يلزم الدور أو التسلسل. وأيضا إيه معنى وأيضا؟ يعني ويلزم أيضا خفاء البعض، وأيضا خفاء البعض يستلزم خفاء الجميع. نعم ده الرابع، بس هو أدخلهم الاثنين في بعض. وأيضا خفاء البعض يستلزم خفاء الجميع إلا فرقا. يعني إيه معنى أن العلم صفة انكشاف تتعلق بكل معلوم؟ يعني في قوله تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء أو لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في ربنا إنك تعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. وذكر السماء والأرض مش معناها في الكون كله، ولكن ذكر أعظم حاجة في الكون اللي السماوات والأرض. وليس معنى أنه في غير السماوات والأرض في أشياء تخفى، لا يخفى عليه شيء مطلق. يبقى إذن خفاء البعض يعني إذا كان يخفى عليه البعض، يعني ولو معلوم واحد، هذا يستلزم خفاء الجميع. يعني لو جاز في العقل أن يخفى عنه تعالى شيء لجاز أن يخفى عليه الجميع، إذ لا فرق من حيث إن هذا الخافي معلوما ومعلوم والثاني معلوم، هذا معلوم وهذا معلوم. فإذا جاز أن يخفى هذا المعلوم وقد انعقدت المماثلة في كل ما هو معلوم لجاز أن يخفى عليه الجميع، إذ لا فرق، هذا معلوم هذا شيء وهذا شيء. فإذا كان هذا شيء وهذا شيء وهو تعالى لا يخفى عليه شيء، يبقى وجب أن لا يخرج شيء واحد. فإذا خفي واحد يبقى يجوز أن يخفى الكل الجميع. يقول لك وأيضا خفاء البعض يستلزم خفاء الجميع. إذ لا فرق. ولذلك القرآن يقول لك كده كلكم بالنسبة لله تعالى شيء واحد، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. لأن الله تعالى إذا كان قادرا على أن يخلق نفسا واحدة وهي آدم، وكل النفوس متساوية أو متماثلة، فوجب أن يكون قادرا على خلق كل النفوس. وإذا عجز عن واحدة يبقى يعجز عن الإيه؟ عن الجميع، لانعقاد المماثلة. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. يعلم ربنا سبحانه وتعالى يحاسب الناس في الآخرة، شوف كم فرد وكم واحدة يتصورهاش بالعقل، ومع ذلك يحاسب الله تعالى الناس جميعا من آدم لحد، شوف عدد الناس كم تستطيع تحصرهم الآن، يحاسبهم جميعا كما يحاسب واحدا، يعني كأنهم كلهم واحد.
وما فيش فرق، يعني مش ده تمثيل للحقيقة دي، يعني حاسب الناس كأنه حاسب رجلا واحدا. وذلك قال ايه؟ وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. طيب كيف فرد اذا كان يعني ايه الناس ونفخ في الصور إيه؟ يوم انفخ في الصور ها؟ لا صحيح يا اخي صعقت ايه ولا يوم انفخ في الصور فين في صورة النبأ في عما تساءلون وسيرت الجبال فكانت فتأتون أفواجا. وهنا يقول لك وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كيف حيجوا أفواج وكيف حيجي كل واحد وحده؟ يقول لك صحيح أفواج ما في البعث، مش حيبعث كل واحد، حيبعث الناس جميعا من قبورهم، لكن ساعة الحساب لما يقف كل واحد يظن أن الله تعالى لا يحاسب غيره. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، يعني عند الحساب ما يتحسبوش جملة، واحد واحد بس، مع ذلك فوق واحد برضه، واحد واحد وفوق واحد، مش واحد بالدور وإلا مش هنخلص. واحد واحد فوق واحد، إن الله على كل شيء قدير. يبقى غير دي غير دي، ما تأتون إيه؟ أقوالي. وكلهم آتيه يوم القيامة إيه؟ فردا، لقد أحصاهم وعدهم إيه؟ عدهم. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يسأل عبده يظن أن الله تعالى لا يسأل غيره، ويسأل هذا ويسأل هذا ويسأل هذا في وقت واحد، ويسمع هذا ويسمع هذا في وقت واحد، أمال كيف يبقى إله؟ إذا كان أحد كسب بعقلك لا يمكن ينفع يتكلم مع عشرة في وقت واحد وكلهم يردوا عليه حيسمع. ده بالنسبة لك أنت كبشر، إنما ده إله، ما ينفعش تقيس الإله على نفسك. وذلك اللي بيوقع الناس في الجسمية والحيز والنزول والصعود واليد أو القياس اللي هو القياس اللي الجمود ده. وأيضا خفاء البعض يستلزم خفاء الجميع إلا فرقا، وقد سبق ذلك. خفاء البعض يستلزم خفاء الجميع إلا فرقا، وقد سبق ذلك كله في القدرة والإرادة. وقولنا وعن أضدادها، يعني ولا تكون تلك فين عن أضدادها؟ حدوث، ويستلزم حدوث موصوفها الاستحالة تعنيها عنها، يعني عن إيه؟ عن الصفة، يعني يستحيل أن يكون تعالى من غير صفة العلم كده؟ الاستحالة تعريها عنها وعن أضدادها، أما هو سبحانه وتعالى عري عن أضدادها، صح ولا؟ وما كيف يقول لك الاستحالة تعريه عنها وعن أضدادها؟ التعري عنها ده مستحيل، إنما عن أضدادها هل هو مستحيل؟ كيف؟ الجمع يعني الاستحالة تعريه عنها وعن أضدادها معا، إنما لو خدت الاستحالة تعريها ما ينفعش كده، ده هو ده يجب أن يكون عاريا عن إيه؟ إذا الاستحالة تعنيه عنها وعن أضدادها إيه؟ ما كان عاوز يقول لك إيه؟ لا يمكن أن يتصف بالشيء بالصفة وضدها، لأنهما إيه؟ ضدان، والضدان لا يجتمعان، مش كده؟ عاوز يقول كده، يعني لا يتعرى أو لا يكون عاريا عنهما معا، لا يجتمعان، لأنه إذا انتفى واحد ثبت ليه يعني عاوز يقول لك حدوثها يستلزم استحالة الموصوف، واضح كده؟ لأنه قلنا الصفة لا تقوم بنفسها، طالما في صفة يبقى في موصوف، يعني معناها يستحيل أن يكون موصوفا من غير صفات، أو صفات من غير موصوف. طب افرضنا أنه وجد الموصوف ولكن لم يوجد فيه صفة العلم، يبقى يلزم أن يكون فيه الضد، وهذا محال.
يبقى إذا معناها لا يمكن أن يوصف بها وبضدها معا، إنما إذا وصف بها أصبح انتفى عنه الضد، وإذا عري عنها وجب له الضد. يعني إذا لابد أن نقول معا لأن الضدين لا يجتمعان معا. وقد سبق ذلك كله في القدرة والإرادة، وقولنا وعن أضدادها يعني ولا تكون تلك الأضداد إلا حادثة لأنها ضد العلم الحادث، فإن جاء العلم بعدها يعني عاوز يقول لك ده حاجة جميلة، يقول لك ولا تكون تلك الأضداد إلا حادثة. ليه؟ لأن الموصوف حادث كده، لأن صفاته إيه؟ حادثة. طب وإذا كان قديما كده يبقى ما فيش ضد قديم، عم لو في ضد الجلاد يكون حادث، يعني لا يمكن يكون الضد ايه قديم، لأن القديم لا ضد ايه له. فعشان كده يقول لك ولا تكون، خد بالك، تلك الأضداد إلا حادثة، واضح؟ لأنها ضد العلم الحادث، ما فيش ضد في القديم. فإن جاء العلم بعدها فدليل حدوثها خروج عدمها. أي أنا عاوز أقول لك الأضداد دي اللي هي ثبت أنها حادثة ضد العلم الحادث. السؤال هنا، فإذا هي كانت ضد العلم ثم وصف بالعلم يبقى معناه إيه؟ فإن جاء العلم بعدها، يعني هي كانت الأول الأضداد ثم جاء العلم بعدها، أو الفرض الثاني أن تأتي هي بعد العلم، إما أن يأتي العلم بعدها أو أن تأتي هي بعد الإيه؟ العلم. فإن جاء العلم بعدها يبقى كيف عرفنا أنها حادثة؟ فدليل حدوثها طروع عدمها. واضح؟ طب وما ثبت قلمه استحال عدمه. إذا كانت إيه؟ إذا كان العلم بعدها، يعني هي قبل العلم، وإن جاءت بعد العلم خلاص ده كده ظاهر زي الشمس كده، مش كده؟ حدوثه وجوده إيه؟ بعد العدم، وضده هو المسمى. يبقى إذا كانت إن جاء العلم بعدها يبقى إيه دليل حدوثها؟ طروع عدمها. وما ثبت قدمه استحال عدم، وإن جاءت بعد العلم مش فحدثها فحدوثها. عندك واو؟ فحدثها فحدوثها الله فحدوثها إذ لا معنى للحادث إلا وجوده بعد عدم. هي معنى حادث ولذلك لما فسر الحدوث قال حدوثه وجوده بعد العدم وضده هو المسمى بالقدم. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هنقف نكمل لسه باقي كام أعمل توضع. أنا ما حفظت بس بسأل كده يعني شوف واضح واضح تكرنا حكمها خلاص. لا خلاص كده لا يجتمع الإكمال وعدم الإكمال في وقت واحد. يجي حنقف عندي ويجب له تعالى السمع والبصر المتعلقان بجميع الموجودات، والكلام المنزه عن الحرف والصوت والتقديم والتأخير والكل والبعض والتجديد والسكوت المتعلق بما يتعلق به العلم. ودليل هذه الثلاثة الشرع. نعلم أن عقائد الإيمان تنقسم إلى ثلاثة أقسام. ده الموضوع جديد بأمته. يبقى إن شاء الله تعالى ربنا يمنع المعاناة، ما يجيبش مؤتمرات ولا ندوات الأسابيع القادمة عشان نكمل إن شاء الله. خلاص كده؟ هنقف فين؟ ها؟ ويجب له تعالى السمع والبصر. لو جيت الأسبوع القادم وأنتم مش عارفين واقفين فين، هرجع من أول الكتاب، وفي ناس تتمنى كده. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات.
طاعتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. ان شاء الله تعالى حي في بشرى كده حيستضاف الشيخ نور الدين عتر. هذا جاي بتاع شهر هنا يقدر يدرس عاوز ياخد اجازات فتحت لكم ابواب السماء والارض. يعني في خلال ايام يمكن هي او لا الاسبوع القادم باذن الله. خلاص كده؟ عملتوا العلامه؟ ايوه.